السلام عليكم. تعالوا نشوف مواقف العجول المضحكة. زي ما انت شايف، ده شاب ماسك عجلة عملاق ومش خايف، يعني كمان بيتصور معاه، بيوري الناس عضلاته، وهتحصل حاجة غريبة جدا. يعني شوف جلبته بطريقة لولبية، يعني كأنك بتشاهد مصارعة حرة تخليه يحرم يعمل كده تاني، حاجة غريبة جدا. طب شايف عجلة عملاق بيهرب، وهنشوف هيحصل ايه. انا عايزك تصلي على النبي في التعليقات. شايف بيجي وراه ازاي؟ حاجة غريبة جدا. انا مخبور وفي قمة الانبهار، في قمة الانبهار. انت مش بتصلي على النبي ليه في التعليقات؟ صلي على النبي. والعجل دخل الصيدلية، يعني حاجة غريبة جدا يا جماعة. انا مهبور جدا وفي قمة الانبهار، يعني شايف الناس مهزولة ازاي؟ حاجة غريبة جدا. انا مهزول وفي قمة الانذهال، حاجات غريبة. العجول دي كائنات بتلهث وراء الجنان، شيء غريب، حاجة مهبلة جدا. طب شايف يعني رابطين العجل بحبال كتيرة ازاي؟ حاجة غريبة جدا. انت مش بتصلي على النبي ليه؟ دبابة عملاقة على الأرض، يعني حاجة غريبة جدا. وهنشوف هيعمل ايه، وهنشوف حاجة غريبة جدا، لأن أنا مهبور وفي قمة الانبهار، يعني بنط بطريقة لولبية، حاجة غريبة. يعني شوف بيفعفص على الناس ازاي، حاجة غريبة جدا. انت مش بتصلي على النبي ليه؟ صلى على النبي وخد حسنات، لأن هنشوف حاجات غريبة جدا. شايف عدد كبير من يعني مش قادر يمسك، طب هيمسكوه ازاي؟ شيء غريب، هيمسكوه ازاي؟ العجل يا جماعة أحيانا بيحس إنه هيتذبح، خاصة لما بيشوف عجل قدامه تاني يتذبح. عشان كده يا جماعة ما تذبحوش العجول قدام بعضيها، وخاصة وبرضو عشان رحمة بيه. انت مش بتصلى على النبي ليه؟ صلى على النبي وخد حسنة. طب تعال نشوف العجل العملاق هينزل ازاي، حاجة غريبة جدا. بص معايا، انت مش بتبص ليه؟ دبابة بتنزل على الأرض، يعني حاجة غريبة جدا. شوف ازاي، حاجات غريبة جدا. صليت على النبي، شايف بينط ازاي بطريقة لولبية، يعني كائن عملاق، حاجة غريبة جدا. انتوا مش بتصلوا على النبي ليه؟ طب تعال نشوف العجل ده هيعمل ايه، يعني حاجة غريبة جدا. وهنشوف دلوقتي هيعمل حاجة غريبة دي، يعني شوف عايز ينطح الراجل، بص ازاي، ده الراجل وقع من غير ما يكلمه، حاجة غريبة جدا. طب شوف الراجل ده ماسك العجل، والعجل يعني قوي جدا، حاجة غريبة جدا. يعني هنشوف دلوقتي، بص هو دخل، اشوف هيطلع ازاي تاني، يا ترى هيطلع تاني ولا مش هيطلع، شوف هيطلع تاني ولا ايه الدنيا. انت مش بتصلى على النبي ليه؟ صلى على النبي وخد حسنات. شايف ماسكينه اتنين، يعني واحد ماسكه من راسه والتاني ماسكه من ديله، شيء غريب. يعني شوف ازاي ماسكينه ازاي، حاجات غريبة جدا. انت مش بتصلى على النبي ليه؟ ما تصلى على النبي وخد حسنات، عشان انت لما بتصلى على النبي في التعليقات، الواحد بيقرأ التعليق بتاعك فياخد حسنات، فيديك حسنات تاني بطريقة متراكمة. يعني شوف فايدة يعني انك انت تصلى على النبي في التعليقات، صلى على النبي، انت مش بتصلى على النبي ليه؟